في إنجاز جديد للسلطة التشريعية على صعيد تعزيز دور ومكانة الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، ومن خلال المؤتمر البرلماني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد مؤخرا بالعاصمة المغربية الرباط، نالت مملكة البحرين ثقة الوفود البرلمانية المشاركة في مؤتمر التعاون البرلماني جنوب جنوب بتزكية سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لرئاسة الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي التابعة للرابطة، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي الأول للشبكة. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. مساء الخير دكتورة، وبداية نبارك لكم تزكيتكم برئاسة الشبكة، ولو تحدثينا أكثر عن أهمية وجودك كممثل من السلطة التشريعية هنا لمملكة البحرين في قيادة هذه الشبكة البرلمانية، وكيف ينعكس ذلك على تعزيز الدبلوماسية الرسمية للمملكة؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى التهنئة. لله الحمد جاء هذا الاختيار من البرلمانات العربية والأفريقية ليعطي رسالة مهمة عن تطور دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية وبلوغنا مرحلة قيادة الهيئات البرلمانية المتخصصة، بدلا عن يعني مجرد المشاركة في فعاليات هذه المشاركات الدولية. هذه حقيقة ثقة كبيرة تبين مدى تقدير الدول الشقيقة والصديقة لما وصلت له المرأة البحرينية البرلمانية بمسيرة تقدم المرأة، وأن المرأة البرلمانية البحرينية أيضا أثبتت مدى كفاءتها خارج نطاق الجغرافيا الخليجية. اليوم أصبحنا نتكلم عن ثقة دولية. نعم. طبعا يعني هذا بعد يعكس نجاح الدبلوماسية البرلمانية البحرينية القائمة على خطاب الاعتدال والتوازن، واللي هي انعكاس للدبلوماسية الرسمية. أعتقد أن النشاط البرلماني في المحافل الخارجية والنشاط الرسمي يسيران في خط متوازي. الموقف البحريني البرلماني والموقف الرسمي هما وجهان لعملة واحدة أمام الجميع. لذلك فإن أي إنجاز للسلطة التشريعية هو يعتبر إنجاز للبحرين ولفريق البحرين الكبير. نعم سعادة الدكتورة، ما هو دور هذه الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي وأهميتها في إحداث الاستقرار والتقدم على مستوى العالم العربي تحديدا؟ هذه الشبكة هي آلية مؤسسية مطورة بدأت كلجنة تابعة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وعقب سنوات تبلور الموقف لدى أعضاء الرابطة بتطوير هذه اللجنة وتشكيل شبكة برلمانية تضم السيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي. أما عن أهمية الشبكة، فهذه الشبكة دورها الرئيسي هو تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف البرلمانات العربية والأفريقية من أجل طبعا الاطلاع على النماذج المميزة والملهمة في تقدم المرأة. مثل ما تعرفين هناك برلمانات تجدين فيها المرأة متقدمة، وفي برلمانات أخرى ما زالت تكافح من أجل الوصول إلى مصادر إلى عفوا مواقع متقدمة. نعم. فهذه الشبكة هي عبارة عن منتدى برلماني للتشاور حول قضايا المرأة لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وتطوير حضورها البرلماني. كذلك تبرز أهمية الشبكة بشكل كبير في دعم المنظومة التشريعية العربية لتعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات وبما ينعكس على الاستقرار والتقدم. نعم سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.